مشاهدينا اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا الله في الادب العربي. النهارده هنقضي وقتنا مع رائعه الدكتور يوسف ادريس وقصه النداهه. والبعض بيشتكي من ظلمه وازاي بيسيبنا في أحزاننا وكأنه عايش في سماء مش عايز حتى يسمعنا. والحيرة اختلطت بقهارات وألمهم كانت مشتاقة وأحيانا نلقى الصرخات. تعالوا نعرف ليه صرخوا واتسمعت منهم أنات. تعالوا نعرف ليه صرخوا واتسمعت منهم أنات. مرحب بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. أهلا دكتور ماهر. اهلا وسهلا دكتور ماهر. بصراحه يعني انا لن اخفي يعني اصرارك ان احنا نتكلم عن النداهه. يعني احنا حاولنا نتكلم عن حاجات تانية لكن دايما كنت بترجعني اني عايز اتكلم عن النداهه. من حق الناس تعرف اللي كان بيحصل وليه حضرتك كنت مصر ان احنا نتكلم عن النداهه. ما نقدرش ابدا نتناول الادب العربي بصفه عامه ونعبر على قيمة أدبية تعتبر يعتبر الرائد الأول للقصة القصيرة في الأدب العربي. يعني احنا تكلمنا عن الأستاذ نجيب محفوظ، تكلمنا عن الأستاذ توفيق الحكيم. الأستاذ نجيب محفوظ يعني ملك الرواية، أعتقد أن نقدر نقول الأستاذ يوسف إدريس أو الدكتور يوسف إدريس ملك القصة القصيرة، وأبدع في قصة النداهة من جهة شيء لمس وتر أنا في قلبي الحقيقة. في الأول اسمحوا لي للسادة المشاهدين أني أوضح بس معنى كلمة النداهة. هو بيحكي قصة واحد بواب في القاهرة راح اتجوز من القرية بتاعته وجاب مراته معاه للقاهرة، ومراته كانت جميلة وبأسلوبه الرشيق والبديع يعني أفاض في وصف خيالات هذه المرأة عن القاهرة كمدينة، شوارعها ومبانيها وعمارتها وأنوارها ومحلاتها. الحقيقة يعني أستاذ يعني، بس وصف حاجة غريبة، إن هذه المرأة بمجرد ما خطت قدماها في القاهرة كان دائما في داخلها صوت يخيفها من أنها ستتعرض للاغتصاب في هذه المدينة، أن ذئب سيغتصبها جنسيا، وعاشت بالخوف ده وكانت بتحاول تهرب منه كتير، بس كان دايما جواها احساس انه هيحصل هيحصل، لغايه ما في يوم حصل. وبيحكي الدكتور يوسف ادريس ايه مشاعرها ساعه ما حصل وايه النتيجه النهائيه وكيف كانت معاناه هذه المراه. هنا نقف ونخلع القبعه ونظهر كل الاحترام لهذا الاديب الذي نجح نجاحا بارعا في تصوير أشياء كثيرة، على الأقل شيئين أحب أتوقف عنده. الشيء الأول وصفه لحجم الفساد الذي أصاب النفس البشرية. كتير بيحاولوا يغلوشوا، كتير بيحاولوا يقولوا كلام كذب إن الإنسان يولد صالح، كتير بيحاولوا يعني يخبوا عننا الحقيقة اللي أعلنها المسيح وأكد عليها إن الفساد نابع من قلب الإنسان. الكاتب الإنجليزي اللي بيعتبروه الإنجليز أعظم مفكر وأديب وكاتب في القرن العشرين هو جي كي شيسترتون. شيسترتون قال
لا توجد حقيقة في كل اللاهوت المسيحي يسهل إثباتها كحقيقة السقوط وفساد قلب الإنسان. وفي نفس الوقت هو بيقول كده، لا توجد حقيقة يقاومها الناس قدر مقاومتهم لهذه الحقيقة. بينكروها. بس شوف شسترتون واضحة، وهذا اللي بيقوله شسترتون. يعني شسترتون مفكر جبار، يعني ليه مدارس. لو قلت عدد الروايات اللي كتبها وعدد المسرحيات، يعني قصة شسترتون، هو قاله أعظم مفكر الإنجليز في القرن العشرين. شسترتون بيقول لما تشوف اللاهوت المسيحي كله تلاقي قضايا اللاهوت المسيحي صعب إثباتها فعلا. يعني خلينا نتكلم عن التثليث، نتكلم عن التجسد، نتكلم عن الكفارة، مش سهل إثبات هذه الأمور. قال لك أسهل حقيقة في اللاهوت المسيحي هي حقيقة السقوط ومنادات المسيحيين بفساد القلب البشري. دي سهلة قوي. ليه سهلة قوي؟ حضرتك بس تكرم وخليك واقعي وبص على الشارع حواليك. احنا هنا في مصر لسه من فترة بسيطة جدا 4 حوادث قتل، حادثة تحرش جنسي جماعي في أشهر ميدان في محافظة الجيزة. هذا الفساد اللي في الشارع ما كانش محتاج حد يعلمه للإنسان، لكن الإنسان يولد من بطن أمه فاسد. هل الإنسان بيتولد من بطن أمه صالح؟ طبعا. ولا إنسان صالح حتى لو كان حياته يوم واحد على الأرض. كل إنسان بيتولد من بطن أمه نظيف. طبعا. لا، بالفطرة بيبقى صالح. الطفل بينزل من بطن أمه صالح بأكيد. كل الناس أصلا فيها الخير بالفطرة. طبعا بيبقى صالح. البني آدم يبقى وحش أو حلو من خلال السلوكيات المجتمعات اللي حوالينا، نتيجة للظروف المجتمع، تربية الأم والأب برضو. الدنيا بقى هي اللي بتعلمه، تعلم يبقى وحش تعلم يبقى حلو. الأسرة بتأثر، أصحاب السوق، خير وتشارة تخلقوا مع بعض. بس أنا أزود أنهي نسبة؟ أنا اللي بزودها. أعلم إيه في المدرسة؟ أرى إيه؟ الناس سألوا تغيروا. أنا هقرأ لك من كلام الأديب بقى المحترم، وهو بيوصف حال الناس لما الأديب يخلص ويتحرر من القيود العقائدية ويصف يعني الواقع ويصل إلى كبد الحقيقة فعلا بقى. شوف يقول لك إيه الدكتور يوسف إدريس في صفحة 20 وهو بيكتب عن الست البوابة لما راحت القاهرة. بيقول: وفي مدينة كبيرة كهذه مليئة بالذئاب. يعني هو الستات بيولدوا ذئاب يا دكتور هاني؟ هو يقصد ان الستات بيولدوا ذئاب؟ لا طبعا. يقصد ان البشر في شرهم عاملين زي ذئاب. ويجي اللي ينكر لي ويقول لي البشر بيتولدوا حملان. المسيح جه عشان يخلص الخطاط، ولو الناس مش خطاط ما كانش المسيح جه. وكل بقى التعليم انه الانسان يعمل اعمال صالحه والى اخره نابعه من هذه الفكره الخاطئه ان الانسان بيولد صالح. دكتور يوسف ادريس بيقول: في مدينة كبيرة كهذه مليئة بالذئاب، ذئاب الليل وذئاب النهار، ذئاب الأتوبيسات وذئاب العربات، وحتى الأرصفة وطوابير الجمعيات لها ذئاب. وفي عمارة كبيرة كهذه لا يمكن أن يسلم الأمر من وجود ذئب. بعدين بص يقول لك إيه: والحقيقة أنه كان فيها أكثر من ذئب من العبث التصدي لهم جميعا، فيكفينا ذلك الشاب قاطن الشقة الوحيدة في الدور الأرضي. بص بيوصف شر الناس، بيقول إيه عن الشاب ده: أخف سكان العمارة دما وأكثرهم حيوية وتواضعا، خدوم شهم يجيد احترام الآخرين ورفع الكلب معهم. كل هذا طبعا لا يعني أنه ليس بذئب. فالحقيقة أن هذا السطح البراق الخاطف للبصر كان يخفي في الداخل ليس ذئبا فقط، إنما يخفي طبعا شريرا لا ذمة له ولا ضمير. ناس عايشة بشكل وجواها حاجة تانية خالص. بالظبط كده. بالظبط كده. يعني ده كشف وتعرية كاملة للحقيقة. السطح براق جميل يخفي في داخله ليس ذئبا فقط، بل طبعا شريرا لا ذمة له ولا ضمير.
وأحيانا السطح البراق ده يا دكتور هاني بيكون بريق التدين، ويا سلام على المنظر من بره، بس هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة اللي الناس بترفضها، هي دي الحقيقة اللي جه المسيح يكشفها وبيقول إنه ما فيش ليس بار ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. ده اللي بيكشفه الدكتور يوسف إدريس، وده اللي شدني. قلت يا سلام عليك يا دكتور، قد إيه قلم الأديب بيبقى فعلا رائع لما يترك نفسه للصدق ويصف بأمانة الواقع ويترك أوهام الزيف والكذب الذي ملأ به أصحاب عقائد مختلفة عقول الناس. آدي الواقع البشري، أن الناس من الداخل ذئاب. يوسف إدريس طبيب، لا ننسى أنه طبيب وواقعي جدا، ينظر إلى الجسد البشري من خلال المبضأ، لكنه في أدبه ينظر إلى القلب البشري من خلال الروح، وده اللي بيخلي أدبه شيء خاص جدا. يوسف إدريس النجدها كانت بالنسبة له هي الجزء الداخلي اللي بيحركك على الجوانب الاجتماعية وأيضا الدينية بمعناها المباشر اللي هو الممنوعات، دايما جواك نداها بتكسر جواك أي جنوح وتحطك مباشرة مع مثل هذه القيمة، سواء كان في وجهها الديني أو وجهها الاجتماعي. دي شخصية يوسف إدريس، هذا التردد بين الشك والإيمان، هذا الخط الحريري الرفيع الذي يربط بين الظلمة وبين الضياء. أعرف إزاي يعبر عنه، والإسقاط واضح، يعني الإسقاط لم يخفى على كثير من الذين قرأوا الرواية، وحتى عندما حسين كمال نقلها إلى السينما خلق جو بيت المهندس بعيد تماما عن الواقعية، بيت يحفل بحاجات كثيرة جدا من حسه أنه هو بيت من السماء وليس بيت من الأرض. فيعني أشعر المتفرج بشكل غير مباشر نبهه إلى أن لا تأخذ هذه الشخصية على أنها شخصية عادية أن قد تكون من لحم ودم، وإنما في وراءها أشياء كثيرة جدا ممكن أن تجعلك تسلك درب آخر لتفسير الرواية غير الدرب المعتاد. دكتور يوسف كان رائع جدا في وصفه للمشكلة وجسمها بكل معانيها، قدم الحل. شوف يا دكتور هاني، يعني مش مهمة الأديب دايما أنه يقدم الحلول، لكن كتر ألف خيره أنه رصد المشكلة. كتر ألف خيره أنه فتح عينين الناس ياللي ساكنين في العمارات وماشيين ورا الوهم الجميل واللذيذ أنه الناس جميلة من جوه والناس حلوة، اعرفوا أن في عمارة كهذه ليس ذئب بل ذئاب، ومهما كان السطح البراق فهو يخفي لا ذئبا بل ضبعا فوقه، اعرفوا أن قلب الإنسان فسد إلى النخاع ويحتاج إلى معجزة لم ينادي بها ولم يقدر عليها سوى المسيح صاحب المعجزات. المعجزة الأولى اللي جه المسيح يعملها هي تغيير قلب الإنسان. المعجزة اللي بيعملها المسيح هي اللي غيرت شاول الطرسوسي وجعلته بولس الرسول. المعجزة اللي بيعملها المسيح هي اللي بتخلي الإنسان يكف عن الأنانية وينفق نفسه من أجل الآخر. المعجزة الحقيقية اللي عملها المسيح إنها تخلي الإنسان يكف عن العنف والقتل والكراهية ويمتلئ قلبه بالمحبة للآخرين حتى أنه يغفر لمن يسيء إليه. المسيح على الصليب غفر لقاتليه، وأول شهيد في المسيحية استفانوس وهو يرجم بالحجارة طلب الغفران لقاتليه. هي دي المعجزة اللي بيعملها المسيح. هل يستفيق بنو البشر؟ هل يدركوا من صيحات الأدباء والكتاب أن قلب الإنسان فسد ويحتاج إلى معجزة تغيير ليتحول الذئب إلى حمل؟
لماذا كان المسيح يتسمى بالحمل؟ ولماذا دعا المسيح المؤمنين الحقيقيين بخراف؟ لكي يظهر الفارق الشاسع بين الطبيعة القديمة في الإنسان التي هي طبيعة ذئب أو ضبع، وبين الطبيعة الجديدة التي يخلقها هو بمعجزة من عنده، طبيعة الحمل. الحمل الذي في صوفه ولحمه ولبنه وكل ما فيه من أجل الآخر، بينما الذئب ينهش الآخر وبكراهية يبغض الآخر ويقتل الآخر. ممكن يكون واحد من السادة المشاهدين الكلام بتاع حضرتك بدأ يوقظ ضميره جواه، وبدأ يحس أنه قد إيه في فرق كبير جدا ما بين المظهر البراق اللي بره وحالته من جواه. محتاجين واحد اتنين تلاتة، أنا أعمل إيه عشان ما بقاش ذئب؟ على الأقل نفوق من الوهم ونصدق الحقيقة. والحقيقة هي ببساطة شديدة أن كل إنسان على وجه الأرض فاسد من جوه. حضرتك بتصلي، حضرتك بتصوم، حضرتك بتروح كنيسة، حضرتك بتمارس الفرائض الدينية، حضرتك فاسد من الداخل. معلش ما تزعلش مني، ده كلام الإنجيل، الجميع زاغوا وفسدوا معا. سفر إشعياء 53، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. لابد من الإقرار بهذه الحقيقة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، عندما تقر بأنك فاسد هتحتاج لحاجتين. الحاجة الأولانية عايز أبطل فساد، تمام. الحاجة الثانية، الحاجة الثانية ضميري واجعني، نفسي أرتاح، اللي أنا عملته ده مين يدفع ثمنه؟ كتير بحكي الحكاية دي عن مريض عندي كنت بعالجه، وبعدين هو جاي في كومة لأنه حاول ينتحر، فبعد ما فوقناه من الكومة قال لي ما تعبش نفسك معايا يا دكتور، أنا هنتحر تاني. بقول له ليه يا ابني؟ قال لي أصلا وحش جدا، إنسان سيء للغاية، وأزيت ناس كتير وعملت حاجات وحشة كتير. قلت له يا ابني ربنا غفور ورحيم وهيسامحك، فمنساش الولد. قال لي بتضحك عليا، طب واللي أنا عملته مين يدفع ثمنه؟ عايز أقول لك فعلا بأمانة، لو كنت شخص مخلص أول ما تفوق لحالك هتحس باحتياجك لحاجتين، عايز استريح من الشعور بالذنب، وعايز من جوه نظافة، عايز بنضيف من جوه، عايز أخلص من إحساسي أني عملت، وعايز ألاقي جوايا رغائب جديدة وقلب جديد يحب الخير، عايز الحاجتين دول. هنا بقى براعة الدكتور يوسف إدريس. لما الست دي اغتصبت جوزها دخل عليها وهي بتغتصب، والراجل بقى بقلم المبدع بقى، هنا الإبداع بقى، ابتدى يصور لك الأحاسيس اللي جواها بعد ما زوجها شافها في الوضع ده، وهي غصب عنها، بس جوزها ما فهمش ان ده غصب عنها، فقاعدة بتحلم وبتتمنى انها ترجع للأحاسيس بتاعت زمان لما كانت نظيفة قدام نفسها وقدام جوزها. انا تلوثت دلوقتي، مشتاق أرجع للنظافة، إحساس المذنب بعد ما بيرتكب الذنب، إحساس الخاطي بعد ما بيقع في الخطية، نفسه في هوى نقي، هوى نقي، نفسه في تغيير الحالة، نفسي أشعر أنه نظيف وأن ربنا شايف نظيف. أقرأ لك كتب إيه المبدع العظيم ده، يقول في صفحة 10 وهي بتوصف، بتقول نفسي يعني بتشتاق للموت الداهم السريع أو تحدث المعجزة. صدقني ما كنت واخد بالي أنه كاتب، أنا مبادر عمال أقول إيه تحدث المعجزة. هي بتقول يا إما يجيني الموت عشان يخلصني من الإحساس ده، يا إما تحصل معجزة. إيه بقى؟ بص يقولك إيه، أجل المعجزة وتمحو كل ما حدث وكأنها تمسحه بإستيكة. يا سلام، أهو ده الإنجيل، الإنجيل، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. كلام الكتاب المقدس بيكلم يقوله محوت كغيم محوت. أهو شوف الدكتور يوسف إدريس بيقول إيه، شوق الإنسان بعد فعل الخطأ إلى المحو، نفسه ذنبه مش يتغفر، لا نفسه ذنبه إيه يتمحي.
أعتقد أن الدين رسالته الأولى هو أن يجعلنا نحاسب نفسنا وأن نكتشف روحنا الحقيقية. ده مهمة الدين الأولى بالنسبة لنا كلنا. ربنا دائما يضعنا أمام الاختيار الصعب، ربنا دائما يمتحننا، يعني يضعنا أمام الخير والشر ويترك لنا حرية الاختيار ثم يحاسبنا عليها. الإنسان العادي صعب قوي لا يقبله المنطق، محتاج لإعلام من الله، محتاج إيمان. يعني حضرتك مثال المريض اللي بتحك عليه ده، ده راجل يعني مهما تكلم فيه هو كثافة خطاياه بقت حمل عليه وبقت حاسس إنه لا رجعة في الأمر، يعني محتاج لإعلام من الله. لا صدقني، محتاج إعلان من الله عشان يصدق إن المسيح مات من أجله ومحى خطاياه، لكن علشان يقتنع إنه هو خاطي ويشعر بأشواق لمحو خطاياه، ده منطق طبيعي يفرضه العقل اللي بيفكر، العقل اللي تحرر من خداع إنه بشوية فرايد مش محتاج لتبكيت. ما ده روح الله بيعمله مع كل إنسان. بس أكمل لك بتقول إيه. بتقول أنا نفسي في المعجزة تحصل وتمحو ما حدث وتعود الحياة إلى مثل ما كانت عليه قبل ساعة أو بالدقة قبل شهر، لا بل لابد أن تعود كما كانت من 5 أعوام مضت، بل حبذا لو عادت إلى العمر الذي بدأت فيه تعي وتهتف لها الهوادف. اسمع العبارة دي، إنها على استعداد لأن تملأ بحر النيل دمعا، مستعدة أن تظل تبكي وتستغفر من يومنا هذا إلى يوم القيامة، في مقابل ليس حتى أن يغفر الله لها ولا أن يمحو تماما كل ما حدث، وإنما في مقابل أن يجعلها تعيش يوم واحد أو ساعة واحدة أو لحظة واحدة كما كانت من قبل الخطأ. يعني عايز أقول للست دي، يا ريتني أقدر أشوف كل نفس صور يوسف إدريس قصتها وأقول لها أيتها النفس المتألمة من فعل الخطية، ليس مطلوب منك أن تملئي بحر النيل بدموعك، مطلوب منك نظرة واحدة إلى المسيح المصلوب والذي سال دمه على الصليب من أجلك لكي يقول لك مغفورة لك خطاياك وأنا دفعت الثمن. مش الدمع يطهر الذنب، الدم يطهر الذنب. دكتور ماهر أنا بشكرك حقيقي، بشكرك. وأنا دلوقتي عرفت سبب إصرارك على النداهة، لأنه فيها كلام فعلا جميل جدا. احنا ما خدناش منها كل اللي فيها. يعني فيها روائع، فيها روائع كتيرة جدا. بشكرك يا دكتور. شكرا. عزيزي المشاهد، اعرف أنه تصورات أفكار قلبك كل يوم شريرة، حياتك بطبيعتها وانت عايش في الشر مفيش مفر منها، ما إصلاح نفسك بنفسك مفيش فايدة منها. اعرف الإنجيل واضح، الكتاب المقدس واضح، انه كل يوم الشر بنعمله، كل يوم الشر حوالينا. اذا كنت حاسس من جواك والكلام ده أنشأ فيك تبكيت لضميرك وكشف حالتك بالكامل وعراك من جوه، انت الوحيد اللي تقدر تعرف حالتك، اللي حواليك مش هيعرفوا حالتك. يمكن تكون من بره دم خفيف شيك ظريف بتدفع فلوس، لكن من جواك عارف انك انت ذئب. اعرف كده كويس قوي. الحل في المسيح، الحل في دمه اللي يقدر يطهر من كل خطيه. فأذهلنا المحدودة رسم في خيالنا، فينا اللي يشوف المتعالي وكأنه بعيد خالص عنا، والبعض بيشتكي من ظلمه وازاي بيسيبنا في أحزاننا، وكأنه عايش في سماء مش عايز حتى يسمعنا.